دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل كلين لمنطقة الأكزيلا بورم ووتر. ابدأ اجيب كده عندي واعمل اكسبوجر لمنطقة الأكزيلا وابدأ اعمل لها كلين وانظر دريسنج معايا اعمل لها ايه دراي كويس علشان ما تأثرش عندي على ايه الميجرمنت بتاعتي. بعد كده بجيب عندي التمبريتشر الثيموميتر وانا ببقى عاملة له بريبير زي ما قلنا في الاورال روت وابدأ اجيبه واعمل له ابلاي. فين بعمل ابلاي؟ في منطقة الايه السنتر بتاعة الاجزيلا كده زي احنا شايفين واعمل هولد للايه للارم على السايد بتاع الشست كده وبستنى عندي الميجرمنت لمدة قد ايه هنا 5 minutes. بعد كده ببدأ ان انا اخد الثيومتر بتاعي. طب بنعمل له ايه؟ قلنا هنعمل ويب. هنعمل ويب من فين؟ من الاب داون تو زبال. بعد كده هاخد الميجرمنت بتاعتي واحطها طبعا في الليفل اوف ذا ايه ذا سايت عشان اقدر اشوف الايه القراءه بتاعتي. بعد كده بعمل له كلين مره تانية كده بالالكحول سواب وارجعه عندي في الكونتينر بتاعه وارجع انا الاكيوبمنت واعمل ريموف للجلوفز وهاند ووشنج. وبعد كده هبدا اعمل ريكورد. طب في الريكورد هكتب الريزلت اللي انا شفتها واكتب قصادها اكزيلري او لو مش هكتب الاكزيلري بزود هنا عليها كام؟ بزود عليها نص درجه كده. بعد التالت طريقه بالروت التالت روت عندي ببدا اعمل بيها ميجر للتمبريتشر اللي هو عن طريق الريكتال روت. بنبدا برضو نقول بريبريشن ذا سيم بريبريشن عندي بعمل بريبير الاكيوبمنت. هنا بقى يفرق عندي في الريكتال روت في البريبريشن ايه؟ ان انا هيكون عندي اللي هو الثيموميترز اللي هو الريكتال ثيموميتر وايه تاني كمان هيكون معانا؟ هيكون معايا كمان اللي هو اللوبريكانت وهشوف عشان ابدا ان انا احط على الثيموميتر قبل ما ابدا اعمل له الانسيرشن. وباقي عندي اللي هو الالكحول سواب وعندي الدراي دريسنج عشان نبدا نستخدمها ان احنا هنعمل كلين والجلافز. بعد كده هعمل الهاند ووشنج وير الجلافز. هروح للطفل وبعمل برضو اكسبلين بروسيجر وكيب للبرايفسي واعمل بريبير لل الثيموميتر بتاعي بنفس الطريقه. قلنا بنعمل كلين في الاول منين من فين؟ الاول هنعمل كلين من الالكوحول سواب من البالب زي ما احنا شايفين اهو للايه من البالب للايند اوف الايه الثيموميتر. يبقى بعمل كلين من منطقه البالب اهي ده البالب عندي للايند اوف الثيموميتر ده في الاول. بعد كده انا مجهز معايا الثيموميتر بتاعي بروح عندي للطفل طبعا نقيس منطقه الايه الريكتال ومحتاجة اعمل له اكسبوجر للايه منطقه الايه. طيب في عندنا بقى في الريكتال في عندي مهم نقطه اللي هو البوزيشن انا احطه في انهي بوزيشن. في عندي كذا بوزيشن يا اما الطفل هيبقى عندي على السايد لاين بوزيشن يعني انا احطه كده سايد لاين بوزيشن كده انا عملت اكسبوجر لمنطقه الريكتال يا اما الطفل عندي هيبقى على السوباين بوزيشن وبنبدا ان احنا نعمل ايه فليكشن للايه فليكشن للني. انا بثبت الطفل معايا كده وبنعمل فليكشن كده بسيطه للايه للني وابدا اعمل انسيرشن او عن طريق ان انا بنحطه في البرون في البرون بوزيشن اعمل له سبورت وابدا اعمل الانسيرشن ولازم اعمل سبورت كويس للطفل او ممكن الام او النيرس تبدا ان هي تشيله في حضنها كده وابدا ان انا اعمل له الانسيرشن. طيب احنا هنعمل ايه بوزيشن نحطه على السايد لاين بوزيشن. طيب هاجي على طول واعمل انسيرشن؟ لا الاول بعمل ايه هعمل كلين لمنطقه الايه الريكتا طبعا عندي بالدريسنج وابدا اعمل لها لو في اي حاجه عندي هنا ستول ولا يورن ابدا اعمل له كلين فون دايركشن. محتاج سوب او محتاج ووتر بعمل له برده ثاني لحد ما اعمل له كلين المنطقه دي. بعد كده هعمل له دراي لازم نقطه دراي قبل الثيموميتر تبقى عندي ايه مهمه. عملت له دراي هبدا ان انا اعمل ايه اجيب عندي الثيموميتر انا عامله له بريبير بنعمل تشيك نتاكد تاني من الميركر ليفل يبقى عندي اقل من 35 لو اعلى قلنا بنعمل له تشيكينج. بعد كده هعمل اجيب له واعمل ابلاي بنعمل ايه للابلاي قلنا ان احنا بنستخدم هنا لو محتاجين ان انا احط الايه اللوبريكان بنحط ايه حاجه بسيطه كده على البالب بتاعتي لو مش محتاج ممكن استخدم وورم ووتر برضو حاجه بس كده بسيطه تساعد معايا في الانسيرشن. بعد كده هبدا
بعمل سيبريت لمنطقه الريكتال وابدا اعمل لها انسيرشن بس ايه سموثلي يعني مش 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 جامد لان المنطقه دي بتبقى عندي فيها بلاد فيزل كتيره فمعرض ان يحصل عندي بليدنج او ريكتال بيرفوريشن فاخد بالي وانا بعمل الانسيرشن وابدا ادخل واعمل هولد لمده قد ايه 1 مينيت بعد كده ببدا اعمل له ريموف ارجع الطفل كده واعمل ايه قلنا هنعمل ويب منين من الان من الاب داون تو ذا ايه تو ذا بال محتاج مره ثانيه اه كده للبال بعد كده باخد الايه الميجرمنت بتاعتي وقلنا في الايه في ليفل اوف سايد وباخد القرعه بعد كده لو محتاج ان انا اعمل له ديس انفكشن بالالكحول سواب بتاعتي بنعمل له مره ثانيه عشان يبقى جاهز عندي ان انا استخدمه بعد كده يبقى انا بعمل له كلين كويس بالالكحول سواب وبعد كده هرجعه في الكونتينر بتاعه وارجع الاكيوبمنت واعمل ريموف للجلوفز بتاعتي وهروح اعمل الدوكيومنتيشن لما اجي اعمل الريكورد بعمل ريكورد يا اما اكتب برده الريزلت اللي انا جبتها واكتب قصادها ريكتر يا اما هنا في الحاله دي لو هكتب بس الريزلت انقص كام بنقص نص درجه يبقى كده احنا اخدنا يا شباب عملنا الاورال والاكزيلري والريكتال تمبريتشر. طب يا شباب نكمل تاني تايب اوف الفيتال ساينس اللي هو البالس. في عندنا في البالس يمين انا ابقى عارف اكوردنج للايج لو الطفل اللي قدامي نيونيت او سمول يونج تشيلدرن ببدا ان انا اقيس له عن طريق الابيكال بالس يعني الطفل عندي اقل من 3 سنين. طيب الطفل اكتر من 3 سنين اقدر ان انا اقيس له بالديفرنت تايب اوف الايه البالس ميجرمنت يعني عن طريق ريديال بريكيال فيمورال حتى الابيكال بس انا يهمني هنا نركز في نقطه الطفل الاقل من 3 سنين هنقيس له عن طريق الابيكال بالس. طيب بالنسبه للبروسيجر عندنا البريبريشن اول حاجه بالنسبه عندي اللي هي الاكيوبمنت الاكيوبمنت يهمني فيها اللي هي الاستاثوسكوب بتاعتي وناخد بالنا ان احنا هنستخدم الجزء اللي هو صغير من الدايفرام من ده اللي هنقيس بيه ده الخاص بالبيدياتريك وعندي الكحول سواب والجلاس بعد كده هعمل بريبير ماي سيلف عن طريق ان انا اعمل هاند ووشنج والجلاس. طيب واحنا بقى بنقيس في الابيكال بالز في نقطه مهمه اللي هي انا النقطه اللي هحط فيها السيسكو بتاعتي هتبقى فين بالظبط وده هنشوفه ازاي هنحدده. يبقى انا عملت بريبير ماي سيلف واروح للطفل بعمل هنا السيسكوب بتاعتي لازم اعملها تشيك الاول واتاكد منها ان هي شغاله معايا كويس. طيب هاجي على الجزء ده اعمل له كلين بالالكحول سواب في سيركلر موشن. طيب لو هي كولد ببدا اعمل لها ورم عن طريق ان انا بحطها في البالون بتاعي شويه كده ولازم ناخد بالنا من حته ان انا ما استخدمش اي طول مع الطفل معايا صغير نيونيت ده الا وانا متاكد من انها تبقى ورم علشان هو بيبقى عرضه للهايبو سيرم. طيب كده انا عملت بريبير للايه السيسكوب بتاعتي هاجي للطفل عندي بيبقى عندي هنا منطقه الايه في منطقه الشست هنحدد بقى المنطقه اللي انا هحط فيها الاستاثوسكوب. اول حاجه ان انا هعمل ايه بتبقى عندي ببدا اعد في اللي هو الانتركوستال سبيس اللي هو الفيرست سكند ثيرد الفورس والفيفس وما بين الفورس والفيفس بيبقى عندي المنطقه اللي انا هبدا احط فيها بتبقى تحت اللي هو الليفت نيبل في منطقه الايه في منطقه الابكس اللي احنا وضحناها واحنا بنشرح الجزء الثيوري. يبقى انا حددت المنطقه هعمل لها ابلاي بنعمل ابلاي لمده قد ايه لفول مينت يعني دقيقه كامله بعد كده هبدا ان انا اسمع واشوف الكاركترستيك واخد الايه الميجرمنت بتاعتي وارجع الاليسيسكوب اعمل لها كلين والطفل ارجع عليه الكلوزس بتاعته وبكده احنا نكون قسنا الابيكال بالس واروح اعمل ريكورد للميجرمنت بتاعتي وريموف للجلافز وهاند ووشك. دلوقتي احنا اخدنا اليونج طب لو الطفل اكتر من 3 سنين هنقيس الريديال ازاي بتو فينجرز او 3 فينجر على الريديال ارتر وابدا